السلام عليكم. دلوقتي هنشوف الموديل بيلدر في برنامج الالترا ووركس تكنوستيك. فوركس يبقى بيشتغل على مستوى مدن قرى، بيشتغل على مستوى حي، مش بيشتغل على مستوى مبنى او اتنين. وتكنوستيك يعني بيشتغل اونلاين. دول لو انت مالكش شنت دول مش هيظهروا معاك، اللي هيظهر معاك بس اللي عليهم علامة البيت، لان هم دول موجودين. ممكن تقول له لا امسحهم لي انا مش عايزهم دلوقتي، ليه؟ ده دوبلكيت، تعمل له نسخة تانية. وده هتقول له اوبن موديل او تختار وتدوس عليه. الموديل بيلدر ممكن تقول له نيو اوبن او تسيرة. هقول مثلا عايز نيو، فبيقول لي اكتب لي الاسم والديسكريبشن والورك لوكال وهكذا. طيب هقول له دلوقتي مثلا افتح لي الموديل بيلدر، فيقول له بقى اكتب الاسم والباسورد، ويروح فاتح لي الانترنت عشان تجيب لي الخريطة اللي اختار منها المشروع اللي انا عايزه. تمام. طيب اقول له مثلا ان انا محتاج المكان دوت. تبدا من هنا تختار المساحه اللي انت عايزها، هو بيقول لك دي مساحه ايه. وبعد كده تقدر تقول له انا مثلا عايز خلال بولجن، ده المكان مثلا مش متساوي، مثلا انا عايز الجزء دوت. وبعد كده تديله اسم مثلا ERT مثلا، وتقول له كرييت موديل، فيبدا يعمل لك كرييت موديل، وبيقول لك ده هياخد دقايق، و هنبعت لك رساله على الايميل بتاعك ان خلاص الموديل دوت بقى موجود عندك. المنطقه دي هيبدا يظهرها لي هنا زي الاسامي دي كلها. انا بقول لك ساين ان، يعني اكتب الحساب بتاعك. هتقول له ريفريش، اول ما يتكون هيبدا يظهر معاك المشروع الجديد. بعد شويه هتلاقي يظهر لك الملف اللي هو اي ار تي دوت، تدوس عليه يبدا يقول لك يو كان جيف ذا كوبي ان يو نيم. اوكي، تقدر تفتحه، تقدر تشتغل عليه زي ما انت عايز، وتقدر تاخد موديل من 3 دي ومن الريفت ومن اي برنامج وتحطه عندك في الانفرا ووركس. طبعا تقدر تيجي اوبن تفتح الملف. يعني ممكن تخلي حد يحمل ملف على جهاز اخر وتقول له اوبن افتح عندك على الانفرا ووركس، اهو بيبدا يجهز البيانات بتاعت الموديل. هتلاقي هنا الادوات اللي هتساعدك في ان انت تشوف الموديل وتدرسه. دي المنطقة اللي احنا اخترناها. ممكن تقول له انا عايزها conceptual view، يظهر معاك بالشكل دوت. فتبدأ بقى تقول له انا عايز ابدأ ارسم الطرق بتاعتي اي حاجة انت عايز ترسمها بقى تقدر ترسمها في المشروع زي ما هنشوف في دروس على فيلم اريبيا.